اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوب تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. في هذه اللحظات الشرطه العلميه كتدخل على الخط على واحد المسن اللي ضربوا الضوء. السلام عليكم خويا، شنو وقع عندكم في الحي؟ اخويا انا جيت لاخذ هذا سميتو القضيه ديال الدار، كنتفاجئ بالبومبيه والشرطه العلميه واقفين مسود قال لي الحاج نور الدين. الحاج نور الدين اخويا تنعرفونا بخير، ما عنده لا اعداء ما عنده حتى حاجه، راجل معقول الله يعمرها دار، كان بخير، كانت الصحه ديالو زوينه. مؤخرا دابا شي تقريبا شي 6 سنين تقريبا ولا 7 سنين بانت لي الصحه ديالو تدهورات، يعني وقعت لي شي مشكل شي بيع شي بيع وشرا ولا شي لعيبه، بعدا الصحه ديالو تدهورات يعني من وراء شي مشكل وقع ليه. ودابا ملي جيتي شنو لقيتي دابا؟ سمعت بان شعلت فيه العافيه، ضربوا الضو كان يصاوب في شي حاجه في الكوزينه، هادشي على اعوان السلطه اللي الهضره اللي دايره هنا، اعوان السلطه تيقولوا بان شي حاجه كان يصاوب بها. وشكون اللي لقيتي جا دابا حاليا؟ شكون اللي حضر؟ جات دابا الشرطه العلميه، يلاه جات دابا الشرطه العلميه دابا هما غيدخلوا باش يديروا المعاينه ديالهم، والدراري راه ولاد الحومه هما اللي فرقعوا الباب. الدراري ولاد الحومه متصلوا بالجهات المعنيه بالامر، متصلوا بالوقايه المدنيه واتصلوا بالشرطه، يعني تعطلوا واحد شويه ولا واحد الوقيته الدراري قاموا بالواجب، قاموا بغا يديروا تقديم المساعدات يصحابوا زعما غيكون حي ولا شنو، مشاو دخلوا فرقعوا الباب. فرقعوا الباب لقاو السيد. انت ملي سمعتيها وخصوصا كتعرف السيد زعما يعني كان ترتبطنا به واحد العلاقه طيبه، سيد الله يعمر هذا الحاج نور الدين الله يعمر هذا، ما عمر سمع منه شي. شنو بغيت تقول لي اليوم؟ واخويا الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه في هذه النهار والله يوسع عليه، الله يثبتو على السؤال، الله يثبتو على الشهاده، هذا الشيء اللي غندير. شكرا. كملتو معنا مشاهدي قناه شوف تي في، هذا الشيء اللي وقع، هادشي اللي وقع للسيد اللي ضرب الضوء في هاد اللحظات. يعني في هاد اللحظات حضرات الوقاية المدنية، حضرات الشرطة العلمية، حضروا رجال السلطة في هاد اللحظات. فاجعه فد اخويا، نقدر نقول لك وقع لي شي مشكل، هو في شيكات شي لعيبه، لان السيد كان بخير، كان انا بحال شي سفير تيبان لك دايز بالسياره ديالو هادي بخير، تيتعامل مع كل شيء، مع الصغير مع الكبير. الحاج نور الدين معروف، اي واحد تيعرفو من الحاج نور. كيفاش تلقى؟ خويا وقع لي شي مشكل، شي حاجه ماديه، وقعت لي شي مشكل مادي هو اللي اثر لي على الصحه ديالي، لان مؤخرا انا ما بقيتش شفت شحال هادي في الصحه ديالو الدهورات، مده ديال شي 6 سنين ولا سميتو الصحه ديال الحاج نور الدين الدهورات، الصحه ديالو ومن الدهورات الصحه ديالو تنتفاجئوا اخويا بهاد الموت ديالو، يعني مو راجل زوين وهادي وغيموت بالضو بالطريقه، يعني تجي شويه صعيبه يتقبل الانسان، سيرتو الجار ديالو، الناس اللي كانوا قريبين ليه اللي كانوا تيعرفوه على قرب. من الحضور ديال الوقايه المدنيه يعني كل شيء، جاء الجهات المعنيه بالامر، كل جهات الشرطه، جهات القوات المساعده، جهات الوقايه المدنيه، جهات الشرطه العلميه، يعني كل شيء، ولكن الداري داروا بغى يقدم واحد المساعده ولاد حومه ودخلوا فرقعوا الباب، ولكن ما لقاو فات الاوان. واخويا الله يرحمه في هذا النهار، الله يوسع عليه الرحمات، والله يثبتوا على الشهاده، هذا الشيء اللي نقول لك اخويا.